أهلا بكم في راديو الثانوية، ودلوقتي معادنا مع أول بلوك من بلوكات اللغة العربية في المراجعة النهائية. ولو أنت مش فاهم يعني إيه بلوك، فلازم أن تشوف ضروري الفيديو اللي عملناه بتاع نظام اللغة العربية واللي هنمشي عليه، وهتلاقي اللينك في الديسكريبشن تحت. ببساطة إحنا بنذاكر موضوعين أو أكتر من حاجتين مختلفتين في المادة بتاعتنا، لكن بيكون في بينهم ارتباط معين. والبلوك اللي معانا النهاردة هو اللي بيجمع بين نص المساء وموضوع نصيب العرب من حضارة العالم. والفكرة اللي تجمع ما بينهم ببساطة بتقول انه التغيير للأسوأ او الحزن على الماضي، يعني نقدر نقول ان البلوك ده بيمثل الصعبانيات في المنهج بتاعنا، وده هنشوفه واضحا جليا في الاثنين، سواء موضوع نصيب العرب من حضارة العالم او نص المساء. التغيير ايها السادة مش دايما بيكون للأفضل، فدوام الحال من المحال، سواء في الحقيقة اللي هو موضوع نصيب العرب من حضارة العالم او في الخيال اللي هو نص المساء. اولا موضوع نصيب العرب من حضارة العالم، ازاي كنا امة بالعظمة اللي احنا شفناها دي، من امة اخترعت الارقام حرفيا والنظام التكنولوجي الكامل اللي احنا عايشين فيه دلوقتي واللي قايم على التقنية دي من زمان، للحالة اللي احنا بقينا فيها دي دلوقتي وحدث ولا حرج. طبعا كل شيء بيتكلم على قد ايه كنا عظماء جدا في مجالات العلم المختلفة والثقافة والفنون، ولكن تيجي تشوف دلوقتي حالنا يرسى لها حرفيا، لحد طبعا نص المساء واللي هو الوجه الحقيقي للدارك دارك في النايت مير بار، المعنى الحرفي للسوداوية المظلمة لسابع دركات الجحيم. السيد خليل مطران شاعر لبناني حبيبته ادته الصابونة، فعي واصحابه نصحوه يروح اسكندرية علشان هواها العليل يشفي جروحه وروحه، ولكن طلع لنا بالقصيدة العبقرية دي اللي تعتصر القلوب صراحة. إني أقمت على التعلة بالمنى في غربة قالوا تكون دوائي، يعني الرجل عامل اللي عليه لعل وعسى متعللا إنه لما يروح في الغربة دي هتشفي جروحه. إن يشفي هذا الجسم طيب هوائها أيلطف النيران طيب هوائي. لو أنت عبيت محمد حسن، يعني أنا دلوقتي رايح على أساس إن الهوى ده هيشفيني، الهوى ده زادني مرض، عبس طوافي في البلاد وعلة في علة منفاي لست شفائي. يعني أنا كنت جاي لكم مجروح ومصدوم وحبيبتي سابتني، دلوقتي بقيت في غربة إضافية ومفيش لا جنب لا حبيب ولا صديق، وقاعد أنا والجمادات وربنا يعيني، متفرد بصبابتي متفرد بكآبتي متفرد بعنائي. متفرد بصبابتي يعني الرجل حب من طرف واحد، خلاص حبيبته سابته، هو اللي بيعشق مع نفسه عايش هو والحيطان. متفرد بكآبتي ما راح يستشفى لقى نفسه حزن هو لوحده. متفرد بعنائي يعني الاتنين الحزن والحب عملوا لحال التعب، شاكن الى البحر اضطراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء. اللي هو يا عم مش ناقصاك، بيشتكي للبحر، البحر قال له ما يا عم جوايا من التاني اهو تعبان انا التاني. ساو على صخر اصم وليت لي قلبا كهذه الصخرات الصماء، يعني بيحسد الصخرة ينتابها موج كموج مكاره ويفتها كالسقم في اعضاء. الرجل ده دارك يا جدعان، الرجل ده دارك اقسم بالله، الرجل ده دارك. يعني بيقول يعني الموج اللي بيخش على الصخرة دي بيفتتها مع مرور الزمن، بيفتت اعضائي برضو، الحزن بيفتت بيفت في اعضائي زي الامواج دي ما بتعمل في الصخرة. والبحر خفاق الجوانب ضائق كمدا كصدري ساعة الامساء. يا ساتر يا رب يا ساتر يا رب يا ساتر، يعني البحر ضيق على الامواج اللي فيه زي صدري ما هو ضيق بالحزن اللي فيه هينفجر. تغشى البرية قدرة وكأنها صعدت الى عيني من احشائي. يا لهوي، الدنيا بقت مظلمة في عينيه كأن ظلام نفسه طفح على العالم من احشائه. والافق معتكر قريح جفنه يغصى على الغمرات والاغزاء. نزل الدم بيجيب دم من هنيه. يا للغروب وما به من عبرة للمستهام
وعبرتها للراعي. خلاص ساب البحر وقفش بقى في الغروب. منظر الغروب هيقعد بقى يطلع لنا في ده، هيفطسنا والله. مع نهايه القصيده المفروض ان احنا ايه نكتئب ونخش مستشفى المجازيب، ازاي ما تعرفش. هو ليس نزعا للنهار وصراحه للشمس بين مآتم الاضواء، ثلاث كلمات فيهم مرار السنين، صرع ومآتم ونزع. نصب الصوان نصب الصوان نصب الصوان نصب الصوان. مآتم ايه؟ مش اي مآتم، دي مآتم الاضواء، دي مآتم الاضواء. يعني حتى الاضواء حتى الاضواء ماتت عليها العوض منه العوض. ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجائي. يعني خايف يقلم نفسه اكتر وعايز ان هيرجع الذكريات، بس منين؟ قول الزمان ارجع زمان. وخواطري تبدو تجاه نواظري كلمة كدامات السحاب ازائي. يعني افكاره اللي بتجيله دي مجروحة زي السحاب اللي بينزف قدامه ده. والدمع من جفني يسيل مشعشعا بسنة الشعاع الغريب المترائي. يعني حتى أشعة الشمس اللي بتغرب خلاص كأنها رماح بتخترق الأفق وبتذبحه. والشمس في شفق يسيل نضاره فوق العقيق على زرع سوداء. الشمس بقى خلاص بقت بين الجبال كده بتتوارى في زرع سوداء اللي هي الجبال. كل السوداوية اللي في روح الشاعر طغت على كل حاجة حواليه، حتى في اعظم الحاجات اللي بتؤدي للنور والبهجة زي الشمس صبغها بصبغة الحزن والسواد. مرت خلال غمامتين تحضرا وتقطرت كالدمعة الحمراء عليه العوض منه العوض. حتى الشمس بقت عاملة زي الدموع، فكأن اخر دمعة للكون مزجت باخر ادمعي لرثائي. وكل سنة وانت طيب. الرجل مات الرجل موت نفسه. يعني بيقول خلاص الكون مات والدنيا مبقاش فيها امل، وانا خلاص انا برسي نفسي دلوقتي. وكأنني انست يومي زائلا فرأيت في المرآة كيف مساء. يلا ما خربانة خربانة وضربوا الاعور على عينه وقال له خسرانة خسرانة. انا حتى اخر اليوم لقيت الدنيا رايحة مني، يبقى خلاص ما منهاش فايدة بقى. الراجل في القصيدة دي بينضح حزن. الراجل ده تعبان، تعبان في كل، تشوف الالفاظ والتعبير كل حاجة بتوحي بالحزن. اي حاجة تجيلك في الامتحان اديها حزن وهتاخد الدرجة. عن الجزئية دي اديها حزن، اديها حزن. التجربة الشعرية من اول ما حبيبته سابته لحد ما بقى خلاص بقى بيرسي نفسه اخر ادمعي لرسائي، وبقى بيصبغ كل شيء. والتضرر من انه عاد يكلم نفسه لحد ما بقى بيكلم البحر، قال له انا البحر خفاق الجوانب ضائقهم بقى، ما هي مش ناقصاك يا عم الحاج، ما انا تعبان انا التاني. لحد ما بقى الحاجات الجمادات التانية بدأ بقى ايه يصبغ الحزن اللي جوه نفسه على الحاجات التانية دي. هذا التعبير بيدل على الفكرة الرئيسية اللي احنا قلنا فيها في الاول وفي الاخر، انه التغيير للأسوأ. ومن حد هنا نكون خلصنا التحدي بتاعنا والشرح الجزئيتين اللي هم موضوع نصيب العرب من حضارة العالم ونص المساء. وما تنسوش طبعا تشاروا الفيديو في كل مكان، واللي مش مشترك في القناة يشترك، واللي مشترك يفعل زر التنبيهات. وحتى موعد العلم القادم ابقوا على علم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبالمناسبة هيكون في أسئلة هتنزل في الديسكريبشن تحت عن أهم الحاجات اللي المفروض نتابعها في الجزئيتين دول، فتابعوهم ولازم نشوفهم ضروري جدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.